السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعليم مايكروسوفت أوفيس إكسل. لو عندك عيادة أو مركز طبي أو حتى بتدير حجوزات خاصة، أكيد بتواجه بعض المشاكل زي مثلا لخبطة المواعيد، ضياع بيانات المرضى، استخدام دفاتر كتيرة، لخبطة في إيرادات الأطباء وعمل التقارير اليومية. حلقة النهاردة هنستعرض مع بعض برنامج متكامل لحجز مواعيد العيادات ومتابعة الإيرادات اليومية وعمل تقارير لكل طبيب، وهنحل المشاكل اللي ممكن تقابلك كلها في إدارتك للعيادة أو المركز الطبي اللي انت فيه. بس قبل ما نبتدي الحلقة، ياريت توقف بس الفيديو ثواني، تنزل تعمل لايك وترجع تكمل بقية الحلقة مرة تانية. وياريت برضو اللي بيشوفني لأول مرة يعمل اشتراك في القناة، ويلا بينا نشوف مميزات البرنامج مع بعض. اهلا بيكم مرة تانية. زي ما قلنا في بداية الحلقة، هنستعرض مع بعض برنامج لإدارة العيادات والمراكز الطبية بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وباستخدام برنامج الإكسل. ده ملف إكسل عادي جدا، لو ضغطت عليه هيظهر معايا شاشة البرنامج او الواجهة الرئيسية للبرنامج زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. البرنامج ده عبارة عن حجز مواعيد العيادة عن يوم، وبيتكتب اليوم على طول النهاردة بصورة تلقائية، وعدد الكشوفات اللي تمت خلال اليوم. لو جيت هنا اخترت دكتور معين، قلت مثلا اول دكتور هنا، مجرد ان انا اختاره بيجيب لي الكشوفات اللي موجودة في اليوم دوت للدكتور ده، وهتلاقوا هنا عدد الكشوفات والبيانات كلها موجودة، من توقيت الحضور واسم المريض ورقم الهاتف ورقم الكشف وسعر الكشف ونوع الكشف. لو جينا اخترنا مثلا دكتور تاني، هيطلع لنا البيانات ده لسه ايه، ما حجزناش عنده ولا كشف. طيب لو بصيتوا هنا، عندي هنا اسم الدكتور والمواعيد، وعندي المواعيد كلها بتاعت الدكتور دوت. يعني الدكتور دوت محمد محروس مثلا هيبتدي كشوفات الساعة 9. لو جيت اخترت مثلا دكتور تاني، الدكتور التاني دوت بيبتدي كشوفات الساعة 4، وما بين الكشف والكشف في تلت ساعة. يعني أول معاد هنا الساعة 4، تاني معاد 4:15، بعد كده 5:45، بعد كده 5، ما بين الكشف والكشف تلت ساعة. وهنعرف مع بعض واحنا بنشرح البرنامج ازاي تقدر تحدد أول معاد، وازاي تحدد مدة الكشف ما بين الكشف والكشف قد ايه بالظبط، اذا كانت تلت ساعة او نص ساعة او 10 دقايق، انت اللي بتحدد الكلام ده كله. وطبعا عندنا هنا بيانات المريض، اسم المريض ورقم الهاتف ونوع الكشف وسعر الكشف. ونوع الكشف هنا مجرد دي قايمة، مجرد ان انت بس تختار نوع الكشف، سعر الكشف بيظهر بصورة تلقائية. وبرضو هنشوف ازاي نقدر نتحكم في سعر الكشف دوت ونوع الكشف. طيب تعالى بقى نبتدي كده من الاول خالص، ونبتدي نسجل او نبتدي نحجز كشف لأي دكتور عندنا. تعالى نعمل بيان جديد كده، ادي البرنامج اهو فاضي زي ما انتم شايفين. هنبتدي نختار اسم الدكتور، هنقول هنا مثلا محمد محروس، ادي البيانات فاضية خالص اهو. اول ميعاد عندي الساعة 9، ببتدي احدد عليه بالماوس كده وابتدي اكتب اسم المريض. هنقول هنا عادل محمد محمود، ونحط رقم تليفونه، وابتدي اختار نوع الكشف. مجرد بقى ان انا اختار نوع الكشف، السعر الكشف بيظهر على طول بصورة تلقائية. باجي ادوس هنا حجز موعد، بيطلع لي رسالة تم حجز الموعد بنجاح ورقم الكشف هو 1. لو دوست هنا اوكي، خلاص الكشف هو بيتحط هنا، يبقى هو كده ايه، اتسجل معايا في البرنامج. يبقى انا كده لو دوست بان جديد وجيت مثلا استعلم عن محمد محروس، هلاقي ان عنده كشف 1 اهوت، وهيجي الساعة 9، ونوع الكشف وسعر الكشف. طب حبيت احجز لواحد تاني لنفس الدكتور، باجي هنا ابتدي اسجل اسمه. هنقول هنا محمود علي البنا مثلا، رقم تليفونه، وابتدي احط نوع الكشف، هيطلع لي هنا سعر الكشف. هندوس هنا حجز موعد. هنا انا ما حددتش الميعاد او التوقيت اللي هيجي فيه المريض دوت، عشان كده طلع لي رساله يجب تحديد موعد من قائمه المواعيد المتاحه اولا.
طيب هنقول له اوكي وابتدي احدد له ميعاد. احنا هنا خدنا عندي كشف الساعة 9، يبقى الميعاد التاني الساعة 9:30 بحدده هنا. بعد كده بدوس هنا حجز موعد، فبيقول لي تم حجز الموعد بنجاح ورقم الكشف هو 2، هتدوس اوكي فهينزل معانا هنا بصورة تلقائية، وهتلاقي هنا عدد الكشوفات 2. يبقى دي كده طريقة التسجيل على البرنامج. مجرد بقى ان انت تختار اي دكتور، يعني نختار كده دكتور كده هنا مثلا معين، فبيطلع لي الكشوفات كلها بتاعت الدكتور دوت النهاردة في يوم 2/10، عدد الكشوفات 6 همت بالمواعيد بتاعتها. طيب لو فرضنا مثلا ان في كشف منهم هيلغي الحجز، يعني مثلا لو قلنا محمد دوت هو الكشف رقم 4، بعد كده في كشف رقم 5، وفي بعد كده في كشف رقم 6. لو فرضنا ان محمد دوت اللي هو كشف رقم 4 اتصل ولغى الحجز بتاعه، ايه اللي هيتم؟ طبعا التوقيتات دي هتترحل، يعني رقم 5 ده هيبقى 4 ورقم 6 ده هيبقى 5. طيب هنعملها ازاي؟ بنيجي نحدد الاسم اللي هو لغى الحجز، وبنيجي هنا ندوس على حذف البيان. مجرد ان انا ادوس حذف بيان كده هيطلع لي رسالة، هل انت متأكد من حذف هذا الموعد؟ هنقول له يس. مجرد ان انا اقول له يس طلع لي رسالة تانية، تم تحديث ارقام الكشوفات، هيحدث ارقام الكشوفات ديت للطبيب ايمان حمدي بتاريخ 2/10/2025. مجرد ان انا ادوس اوكي خلاص بيطلع لي رسالة تم حذف الموعد بنجاح وتم تحديث الارقام التسلسلية. لو دوسنا اوكي خلاص ادي الكشف اللي اسمه اتحذف والارقام الكشوفات اتسلسلت بصورة تلقائية. طيب هندوس هنا بيان جديد عشان نمسح البيانات دي كلها. لو حبينا بقى نسجل واحد تاني جديد، هنقول مثلا هنا اخترنا الدكتور دوت. لو انا جيت ادوس هنا حجز موعد وما حطيتش بيانات هنا لا مريض ولا دوست هنا على الميعاد، وجيت دوست هنا هيطلع لي رسالة يجب تحديد موعد من قائمة المواعيد المتاحة أولا. طيب خلاص أنا هحدد ميعاد، هنقول مثلا الميعاد 10:30، وجيت دوست حجز موعد برضه هيطلع لي رسالة الرجاء إدخال جميع البيانات المطلوبة للحجز من اسم الطبيب، خلاص احنا مدخلينه، والتاريخ برضه موجود والمريض والتشخيص والسعر، يبقى لازم أحط اسم المريض ونوع الكشف وسعر الكشف. طب يبقى هنحط هنا اسم المريض، هنقول مثلا هنا سماح محمود علي ورقم الهاتف، وهنختار هنا نوع الكشف، هنقول مثلا هنا علاج طبيعي فقط، وسعر الكشف 100 جنيه. مجرد ان انا ادوس حجز الموعد خلاص هو اتحجز واداني رقم 5، وادي نزلت اهي هنا وعدد الكشوفات بقت 5. طيب لنفترض دلوقتي لو انا مثلا ايه سجلت بيانات غلط، يعني جيت مثلا حطيت الميعاد غلط او الاسم كتبته غلط او نوع الكشف حطيت كشف غلط او سعره غلط، طيب ازاي نعدلها؟ طب تعالى نعمل بيان جديد كده ونختار اي دكتور تاني، هنقول مثلا محمود حمدي. عندي هنا بيان زي دوت، لا تعالى نجيب كده بيان يكون ايه ايمان مثلا دي. طيب عندي البيانات دي كلها، انا غلطت مثلا في هند محمود دوت رقم كشف رقم 3 دوت، كتبت الاسم غلط مثلا هند محمود محمد، لا هي هند محمود ابراهيم، اعمل ايه؟ مجرد ان انا بحدد اي اسم هنا البيانات كلها بتظهر، فانا باجي احدده بالماوس وباجي هنا اعدل الاسم، هنقول مثلا هند محمود ابراهيم، واعدل مثلا في رقم التليفون اذا كنت غلطت فيه في الشكل دوت، ونوع الكشف لو كنت غلطت فيه برضو ببتدي اعدله. بعد كده بندوس هنا على زر تعديل البيانات، مجرد ان انا ادوس تعديل كده فهيطلع لي رساله يجب تحديد موعد من قائمه يبقى ليه؟ لان احنا ما حددناش الميعاد هنا، فباجي انا احدد له هنا الميعاد نفس الميعاد اللي هو كان واخده 9:30. بعد كده بدوس هنا تعديل ودوس اوكي، هنلاقي تم تعديل البيانات بنجاح، وهنلاقي هنا الاسم تعدل اهوت هندي محمود ابراهيم، وادي نوع الكشف تعدل والسعر بتاعه اتعدل. طيب لو حبينا نحذف اي بيان زي ما قلنا بنيجي نحدد او بنقف على الاسم اللي احنا عايزين نحذفه وندوس هنا حذف،
فبيطلع لي رسالة: هل أنت متأكد من حذف هذا الموعد؟ بندوس هنا يس، فبيتحدث على طول وبيتمسح من الليستة اللي موجودة عندنا، وعدد الكشوفات بينقص بالاسم اللي احنا مسحناه دوت. وعندنا هنا زر بيان جديد عشان نمسح البيانات لو هندخل اي بيان جديد. طيب ازاي بقى لما اجي اختار هنا اسم دكتور، ازاي المواعيد دي بتظهر، وازاي اتحكم في مدة الكشف بين الكشف والتاني، ازاي اتحكم في المدة ديت؟ طيب بنيجي هنا على فتح ملف الاكسل، بنضغط عليها، هتطلع معانا الرسالة ديت، بيقولك من فضلك ادخل كلمة السر. لازم طبعا نحط كلمة السر عشان نخش على ملف الاكسل. كلمة السر هتبقى 1 2 3، وبعد كده ادوس انتر، هتظهر معايا ملف الاكسل زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. الملف ده فيه 4 شيتات من تحت زي ما انتم شايفين كده. اول شيت عندنا اللي هو الدكتورز، اللي فيه بيانات الدكاترة، اسماء الدكاترة ومواعيد العمل، بداية العمل ومدة الكشف. طيب لو انا جيت مثلا هنا على اخر واحد، عمرو عبد الكريم، هو هنا ميعاده الساعة 8 PM ومدة الكشف 30 دقيقة. طب لو جينا اخترناه كده، ادي عمرو عبد الكريم، هنلاقي اهو اول ميعاد الساعة 8، تاني ميعاد 8:30، يبقى المدة بين الكشف والكشف نص ساعة. طيب لو انا عايز بقى اغير البيانات دي كلها هنعمل ايه؟ هنيجي هنا على مواعيد بداية العمل، اقف عليها كده وابتدي اغيرها، بدل مثلا ما هي الساعة 8 لا انا اخليها الساعة 10، واحط نقطتين فوق بعض ونص مثلا، وبعد كده اخد مسافة واكتب بي ام وادوس انتر، هتظهر معايا بالشكل ده. لازم نكتبها بصيغة الساعة. طيب مدة الكشف هي 30 دقيقة، لا انا عايزها مثلا ايه 15 دقيقة بس. طيب تعال نروح نجرب كده. لو فتحنا البرنامج وجينا اخترنا اسم الدكتور، هنلاقي هو الميعاد اتغير، بقى اول ميعاد الساعة 10:30 PM، بعد كده تاني ميعاد الساعة 10:45، في 15 دقيقة ما بينهم. ولو حبينا نغيرها مرة تانية، هنقول مثلا بدل ما هي 10:30 لا انا هخليها 10 بس، ومدة الكشف هنقول 10 دقايق. لو جينا كده اخترنا اسم الدكتور، هنلاقي اهو الميعاد بقى 10 والميعاد التاني بقى 10:10، الفرق 10 دقايق بين الميعاد والتاني. طيب دلوقتي انا عايز اعمل بقى تقرير لكل دكتور لوحده. هنيجي مثلا على الدكتور، اول دكتور عندنا هنا ايمان حمدي، طلع لي البيانات بتاعتها، عدد الكشوفات النهارده 4 كشوفات زي ما انتم شايفين كده. طب عايز اعمل تقرير بقى للدكتور دوت، مجرد ان انا ادوس طباعه هنا هيطلع لي تقرير بصوره تلقائيه زي ما انتم شايفين كده، تاريخ النهارده واسم الدكتور وعدد الكشوفات 4 واجمالي سعر الكشوفات 520. يبقى هو النهارده عمل 4 كشوفات باجمالي مبلغ 520 جنيه. طب لو حبينا نختار دكتور تاني، هنقول مثلا هنا انا عصام بالشكل دوت. طب لو دوست هنا طباعه هيطلع لي اهي بيانات الدكتور دوت، عدد الكشوفات 5 باجمالي مبلغ 540 جنيه، وادي بيانات الكشوفات باسماء المرضى وارقام تليفوناتهم ونوع الكشف وسعر كل كشف قد ايه بالظبط. يبقى في البرنامج دوت قدرنا نحجز مواعيد بطريقة احترافية، وعرفنا ازاي نتابع ايرادات الاطباء، كل طبيب عمل كم كشف باجمالي مبلغ قد ايه بالظبط. ده طبعا غير بقى التعديلات والحذف، المميزات اللي في البرنامج زي ما انتوا شفتوها كده. طيب في حاجة تانية كنت هنسى اقول لكم عليها. طبعا البرنامج دوت عن يوم ايه؟ النهاردة 2/10/2025. طب لو حبيت اجيب بيانات قديمة، بنيجي هنا نغير التاريخ دوت، بدل ما هو 2/10 هنقول مثلا 1/10. فطب هنا رنا ما كانش فيه 1/10. طب لو اخترنا اي دكتور تاني كده، هنلاقي اهو يوم 1/10 اهوت كان فيه 11 كشف للدكتور ايمان حمدي،
وظهر قدامكم زي ما انتوا شايفين كده، يبقى انت تقدر تستدعي اي بيان قديم او اي كشوفات قديمة لاي دكتور، مجرد بس ان انت تحدد التاريخ فهيجيب لك كشوفات بتاعة التاريخ دوت. طب عايز بتاع النهاردة، بنغير التاريخ هنخليه يوم 2، فجاب لي كشوفات بتاعة يوم 2. عايز يوم 1 نغير الكشوفات، بتجيب بتاع يوم 1. حبينا نطبعها، بندوس طباعة فبيجيب لي الطباعة بتاعة يوم 1، كان عملنا 11 كشف بإجمالي مبلغ 1390، وهكذا لبقية الدكاترة كلهم. وبكده نكون انتهينا من شرح البرنامج. أتمنى إن انتوا تكتبوا لي رأيكم في التعليقات عن البرنامج دوت، ولو في أي إضافات انتوا شايفينها ممكن نضيفها على البرنامج يا ريت تكتبوا لي برضو في التعليقات، وأنا إن شاء الله هتواصل مع أي حد يكتب لي تعليق والفكرة بتاعته عجبتني ممكن ينفذها في ونزودها في البرنامج دوت. يا ريت بقى ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو، واللي بيشوفني لأول مرة يعمل اشتراك في القناة، وانتظروني في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.